عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم قناة أبو نزيل للطيور. يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. إخواني، اليوم موضوعنا عن جوز كناري أبيض. طبعا عندهم فراخ 2، وهذول الجوز إخواني وقت اللي صار عمر الفراخ 15 يوم تقريبا، بدأت الأم بنتف الفرخ من ظهره. خلينا أرجيكم شلون الأم ناتف الفرخ. طبعا هاي في كتير من الأناتي بتنتف الفراخ بهاي الطريقة وبتدميهم للفراخ، بصير يطلع دم من جسم الفرخ مثل ما انكم شايفين ناتفته. مشان شو السبب؟ السبب هو مشان تبني عش وتبيض من جديد. طبعا بس صار عمر الفراخ 20 يوم بتبيض، بس بتبدأ من عمر 15 يوم للفراخ بنتفهم، نتف الريش تبعهم. شايفين هذا فرخ ما باقي منه غير اللحم. كيف نحن بدنا نخلي الأنثى ما ترجع مرة تانية تنتف الفراخ؟ طبعا معنا هاد مبيد حشري اسمه الديناصور، أنا بستخدمه وكتير ممتاز هذا المبيد الحشري. طبعا هذا منجيبه ومنرش الفرخ محل اللي بيكون ما فيه الريش. ندهن الفرخ بشكل كامل، يعني طبعا ريحة المبيد الحشري بتمنع الأم إنها ترجع وتنتف ريش الفراخ. مثل ما انتو شايفين طبعا هاي الطريقة إن شاء الله ممتازة جدا وأنا مجربها. شايفين خلي اللون لحم الفرخ كله يصير أبيض هيك، ومنرجعه على العش. هلا هون عنا الفرخ الثاني بعد ما نتفته، يعني الحمد لله هاي ريشه. شي بسيط اخذي منه، شي بسيط كمان. هذا بدنا نرش عليه مبيد الحشري. مشان ما ترجع أمه وتنتف ريشه. أثناء الأم لننتف الريش الفرخ بيطلع دم، لأنه هذا الريش جديد مثل ما نكون شايفين دم. هذا دقي عليه كمان بالمبيد الحشري مظبوط. إذا الأم شافت الدم بتصير تنقر محل الريش اللي طلع منها الدم، وبصير عندها إدمان لشرب الدم تبع العصفور تبع الفرخ، وبتضل تنقر وتنقر محل الدم بالمنقار تبعها حتى تدميه مظبوط ويموت الفرخ. هيك إن شاء الله نكون وقينا الفراخ من هاي الشغلي، وهيك بنرجعهم على العش تبعهم. والأفضل مشان نخلي الأم ما تنتف الفراخ، هي شو سبب نتف الريش نتف الريش الفراخ؟ إنه الأم بدها ترجع تبيض مرة تانية، بتصير تلم العش بتبدأ من عمر 15 يوم. فإحنا بنجهز لها عش جديد، بنجيب خيطان بنحط لها الخيطان وعش جديد نظيف مشان تلم الخيطان وتترك الفراخ بسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إخواني الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.